تسلمت الكويت من السلطات العراقية 21 رفاة يعتقد أنها لأسرى ومفقودين كويتيين فقدوا أثناء الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990، تمهيدا لإجراء عمليات المطابقة ثم تحديد هويتهم. تستلم الكويت اليوم عدد من الرفاة التي يعتقد بأنها لكويتيين، لأسرى كويتيين فقدوا في عام 1990. الاعتقاد بأنهم لكويتيين بناء على مؤشرات ومعلومات أولية تفيد أو توجه لأنهم كويتيين. هذا الرفاة إن شاء الله راح يتم إيداعه في الإدارة العامة للأدلة الجنائية. راح يقوم المختصين وهم على قدر من المهنية ولهم تجارب سابقة بهذا الخصوص باستكمال عمليات الاستعراف على هذه الرفاة. عملية الاستعراف على هذه الرفاة ما في شك أنها تأخذ وقت وتأخذ جهد وتحتاج إلى دقة للتعامل مع هذه الرفاة. عملية التسليم تمت بحضور مسؤولين معنيين من الجانبين الكويتي والعراقي وممثلين عن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذه 21 حالة تم رفعها يوم 29/1/2020 من بادية السماوة محافظة المثنى، وكان هناك تنسيق فائق ما بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأيضا الفريق الكويتي والفريق العراقي. من خلال تضافر الجهود وخصوصا جهود وزارة الدفاع العراقية، ونتمنى من الله أن تكون هذه خطوة إيجابية أيضا في تطوير العلاقات بين العراق والكويت. الآلية تحت رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمتنا، والهدف أنه الحوار يتم ويستمر لحتى نقدر نوصل معلومات للعائلات عن إذا لا سمح الله عندهم قرايب مفقودين عنهم من حرب الخليج ب91. يبلغ عدد المفقودين الكويتيين منذ عام 1990 حوالي 320 مفقودا، وجاء هذا الاكتشاف نتيجة جهد مشترك تقوم به السلطات الكويتية والعراقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتعتمد على جمع المعلومات وتحليلها للكشف عن هوية المفقودين. يأتي العثور على رفاة الأسرى الكويتيين والمفقودين الذين فقدوا خلال الغزو العراقي للكويت، يأتي نتيجة الجهود المشتركة بين البلدين. يوسف صفارة، تلفزيون دولة الكويت.